السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي يعني قلت بقى كده هوت أعمل فيديو مختلف شوية. بصراحة يعني منظر السماء منظر جميل جدا. ف يعني النهاردة بقى إيه يعني رفعت إيدي كده للسماء ودعيت شوية أدعية وسبحان الله. يعني قلت بقى ايه، قلت اصور يعني على منظر السماء جميل جدا. انا قلت اصور يعني اصور لكم مقطع فيديو بالسماء، وطبعا هو المقطع يعني مدته 10 دقايق، بس انا هحاول ان انا اسرع لكم المقطع ده شوية. وقلت بقى ايه شوية ادعية كده هوت، وربنا يتقبل مني يا رب. طبعا في ادعية بيني وبين ربنا، ف ربنا قادر على كل شيء اللي هو يحقق لي طلبي. وانا برضو هقول لكم 2 دعاء دلوقتي ونبدأ كده هوت. هنبدأ في اول دعاء. بعد ما اقول لكم 2 دعاء هحط لكم مقطع ايه مقطع الفيديو، هحط لكم بعد ما اخلص. فيعني ما تمشوش من الفيديو على طول، خليكم معايا خليكم للاخر. نبدأ كده حبايبي باول دعاء. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجل أو يجعل علي أو أظلم أو أظلم. ده كده أول دعاء. هقول لكم برضو دعاء تاني. ربي عوضني خيرا عن كل شيء انكسر بنفسي وكل يأس أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك. اللهم أريني الفرح بمستقبلي، اللهم سر قلبي بفرحة تغنيني عن كل تعب. اللهم عوضني بالأجمل وأرح قلبي بما أنت أعلم به. أمين يا رب العالمين. يلا حبايبي نشوف الفيديو سوا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.